أيها المقدسيون، إن عيوننا وعقولنا وقلوبنا في بلادنا وفي اسطنبول على وجه التحديد تتوجه في كل صلاة إلى القبلة الأولى بيت المقدس، لأن في مسار توجهنا في الصلاة إلى الكعبة في مكة المكرمة، ولذلك كانت مسار كل حاج ومعتمر من الأتراك العثمانيين. والقدس وفلسطين جزء من ساكنة شعبنا المسلم والشعوب المؤمنة.